من فترة وجيزة، ودعوا من يوبي سوفت الشرق الاوسط، حضرنا الى استعراض مطول للجزء السادس من السلسلة المحبوبة فار كراي. الكثير هنا يمكن يبدا مالوف، لكن ايضا اللعبة تتواجد فيها كثير من العناصر الجديدة اللي اشعلت حماسنا مجددا لهذه السلسلة. هذا الانطباع راح يركز بشكل رئيسي على النقاط اللي لاحظناها من اسلوب اللعب وبعض الاجوبة من مقابلتنا اللي أجريناها من المصمم الرئيسي لأسلوب اللعب إذا كان عندكم فضول أكثر عن العالم والقصة تقدرون تتعرفون على هذه النقاط من خلال مقابلتنا السابقة مع مخرج القصة نافيد كافاري كون هذا الاستعراض الأول لأسلوب اللعب لازم نذكر بأننا كنا منبهرين بمظهر اللعبة والبيئة من حولنا اللي نجحت في نقل دكتورية الرئيس على شعبه والحطام المنتشر في شتى أنحاء الجزيرة المعزولة عن بقية دول العالم بشكل كبير هذه النقطة الأخيرة اللي تخص انعزال جزيرة يارا وجد المصممين اللعبة طريقة في حبكها في أسلوب اللعب وهي كيف أن بإمكان اللاعب أن يصنع أسلحة غير تقليدية عن طريق الأدوات المتوفرة حول عالم اللعبة طبعا هذا ما يعني أنك ما راح تلقى أسلحة معروفة اللعبة تحتوي على أكثر من 40 سلاح مختلف وطبعا تتواجد هذه الأشياء اللي تعودنا عليها من السلسلة بتوفر لك أيضا شريحة من المرافقين يساعدونك واحد من الامثله كان تمساح وتقدر التنقل بشريحه مختلفه ايضا مركبات والحصان والعناصر المختلفه المبهره هنا. كانت شيئين تم استعراضهم بشكل بسيط لان فريق التطوير يبغى اللاعبين نفسهم في التعرف عليها بوحدهم لما يلعبون اللعبه. النقطه الاولى هي حركه خاصه تدعى سوبريمو وهي حركه مسعفه تسعفك في اصعب اللحظات. مثل تواجد عشرات من الصواريخ المرتبطه بظهرك واللي انك تطلقها حتى تسبب دمار شامل الى مقر الاعداء. النقطه الاخرى الثانيه المثيره للاهتمام بالنسبه لنا كانت الانفاق الارضيه اللي بنوها الثوار بالماضي وتقدر تستخدمها في التنقل بجزيره يارا بشكل متخفي على راحتك. طبعا الاسلحه هنا مو الشيء الوحيد اللي تقدر تغير منها حتى المركبات تقدر تعدل عليها. وهذا راح يساعدك كثير أثناء تنقلك في عالم اللعبة الضخم طبعا مجرد أن دورك هنا هو إيقاف دكتورية كثوري فلازم عليك أنك تسترجع الجزيرة كاملة ومن هنا تبدأ اللحظات الممتعة في اللعبة هذا يشمل السيطرة على كل المقرات المختلفة والتعرف على الطاقم الشخصيات الغريبة والمثيرة للاهتمام وطبعا شخصيتك داني اللي بإمكانك اختياره يكون يا ذكر أو أنثى ويتوفر لك ايضا خيار في اختيار ازياء مختلفة لهم وهذه الازياء بكلها تأثير كبير في لعبك من خلال لقائنا مع المصمم الرئيسي ديفيد جريفل وضح بان اللاعب بشكل مستمر راح يلقى اشياء تجذب انتباهه مثل مقرات الاعداء الحيوانات والانفاق السريه والمهمات الجانبيه وبالطبع قطع الاسلحه المتناثره في كل مكان واكد لنا الشيء الوحيد اللي مستحيل لاعبي راح يلقونه في اللعبه هو ابراج الراديو اللي تفتح لك الخريطه لان الخريطه واللعبه والعالم في عالم في لعبه فار كراي 6 راح لازم انك تستكشف لوحدك لما تتجول فيه النقاش كان جدا ممتع مع ديفيد لكن سرعان انتهى وقتنا نقطه اخيره جديره بالذكر وهو ان احنا تعودنا على العاب يوبي سوفت دائما تكون مترجمه بالعربي بالكامل من ناحيه النصوص والقوائم لنسخه الشرق الاوسط وايضا لعبة فاركراي 6 راح يكون فيها هذا الشيء. حنا متشوقين لخوض المغامرة هذا الجزء ورؤية جزيرة يارا تحت سلطة انتون كاستيلو واللي يؤدي دور الممثل المعروف جنكاريو اسبويتو ولا انسى بالذكر اللمسات الجديدة في اسلوب اللعب فاركراي 6 راح تصر على كل مجلسة الجيل الجديد والجيل السابق وطبعا البي سي في الثامن من اكتوبر. والآن نترككم مع بعض دقائق من اللعب الإضافي للعبة بارك راي 6 عشان تشوفونها بنفسكم

Cheers. Oh!